مع كلمة السيد حاسم حميدة المدير التنفيذي لشركة إيزري في شمال إفريقيا، فليتفضل. أستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السيد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، السادة الحضور، تتشرف شركة إيزري العالمية بتهنئة سيادتكم بفوز محافظة جنوب سيناء بجائزة التميز العالمية في نظم معلومات الجغرافية لقطاع الإدارة المحلية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمستخدمي برمجيات شركة إيزري العالمية لنظم المعلومات الجغرافية العام 2024. تمنح جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية من قبل شركة إيزري العالمية بهدف تسليط الضوء على جهود المؤسسات التي تستخدم تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة ومواجهة التحديات المكانية على مستوى العالم. وقد حصلت محافظة جنوب سيناء على هذه الجائزة المرموقة على هامش مؤتمر شركة إيزري الدولي، وهو أكبر حدث عالمي مخصص لنظم المعلومات الجغرافية، والذي يعقد سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 75,000 شخص من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية. لقد حرصت محافظة جنوب سيناء على تطوير أنظمتها من خلال دمج تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيق الحوكمة والتحول الرقمي وتحويل البيانات المحافظة إلى صيغ جغرافية رقمية، كما قامت ببناء خرائط رقمية تفاعلية وتدريب كوادر بشرية متخصصة، مما ساهم في تحقيق إنجازات تقنية متقدمة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا. وبهذا الإنجاز حققت المحافظة مكانة عالمية بالحصول على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية التي تعكس جهود المحافظة في التحول الرقمي والحوكمة واستخدام نظم المعلومات الجغرافية كعنصر أساسي في تقديم خدمات متطورة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. وتتشرف شركة إيزري العالمية بحصول محافظة جنوب سيناء على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية تأكيداً على أسس التميز والتنافسية التي تعتمدها المؤسسات والشركات المستخدمة لتقنيات نظم المعلومات الجغرافية، وتأتي هذه الدعوة تكريماً للإنجازات والممارسات المتميزة التي ساهمت في دعم التنمية والتطور التكنولوجي في مختلف القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال، مما يجعل هذه الجهود علامة فارقة في مسيرة التقدم التكنولوجي. شكراً لحضراتكم.